النهارده بقى كان لازم يكون معانا واحد من اهم الشخصيات اللي بتكتب في الوقت الحالي، والحقيقه ان هو في كل عمل بيكتبه بيبهرنا باللي بيقدمه. معانا النهارده كاتب وفنان وسيناريست من بيت فني جميل كلنا بنحب كل فرد فيه. منورنا هنا على التليفون في كلاكات الكاتب والسيناريست والفنان عمرو محمود ياسين. يا عمرو منورني ومبسوطه قوي ان انت معايا، والف مبروك على كل النجاحات. ازيك يا لينا، عامله ايه، اخبارك ايه؟ مبسوط ان انا معاكي جدا جدا وعلى نجوم افهم. لازم اسالك عن الجمهور عاش ثلاث حكايات، نقدر نقول ان كلهم احلى من بعض، ومفيش في المسلسل حاجه متكرره زي التانيه. عايز اعرف ازاي قدرت ان انت تعمل ده وتتفادى ده. والله شوفي، هو الدراما دايما بتفرض نفسها كشخصيات وكاحداث، هي اللي بتدي الطعم المختلف. احنا في الثلاث حواديت كنا بنناقش موضوعات مختلفة، يعني طبيعة الحكاية الأولى اللي هي بنناقش فيها مسألة صلة الرحم ومسألة التعرض لرعاية مرضى الزهايمر، ده في حد ذاته بيفرض عليكي مود معين وحالة معينة وطبيعة شخصيات معينة اللي بتلجأ لها في النوع ده من الحكايات. لا، واحنا كمان كان معانا هنا في مداخله مع احمد فهمي والنجمه العظيمه الهام شاهين. انا اتبسطت قوي ان انت مقدم الفكره ان مش بس العيله الاب والام، لا، انت اخدت الموضوع في سكيل اكبر، ان العامه الموضوع مختلف جدا، ودي حاجه عجبتني قوي لان دي حاجه احنا ممكن نكون بنفتقدها شويه اليومين دول. هي طبعا فكره انك انت بتروحي في العامه لانك انت لما، فما بالك بالام بقى، صح، هو بيعمل ده مع العامه، فما بالك بالاب والام، فاحنا كده علينا السقف. يعني انا زمان مثلا في مسلسل نصيب وسمتك كان عندي حدوته اسمها 604، كنت بتكلم فيها عن فكره التوبه والعوده الى الله، فرحت لاكثر نموذج ممكن يكون بعيد خالص، لو رحت في واحده بتمتهن مهنه الدعار، فعلشان اقول حتى دي عندها فرصه الى انها تتوب وتعود الى الله، فانا بحب اروح في حته ابعد شويه من المعتاد، والفكره دي كانت افضل ان احنا نروح ناحيه العامه، لان ده يخلي المساله اكثر، يعني اكثر يعني عموميه صح، وشموليه، انك انت بنعمل صله الرحم لحد ما نروح للعامه او ما هو ابعد. صح. طيب احنا كده اتكلمنا عن الفريدو، كمان بقى كنت انت بتكمل كلامك عن بقية المسلسلات وازاي ان انت بتحاول ان القصص ما يكونش ليها علاقة ببعض. بالنسبة بقى لما تيجي نشوف برضو كان مختلف وقصصه مختلفة واعمارهم السنية. انا متعود على فكره التنوع في، يعني انا في عبر مشوار نصيبه واسمتك 4 مواسم مقدم حوالي حاجه و50 قصه، فدايما كان عندي فكره ان انا كل 5 حلقات بقى قادر اتنوع اروح في فكره جديده، فده شيء انا بعد معتاده، يعني لانه هنا بيجي جمال الحكايه او المسلسل، انك انت تشعري لما بتكوني بتقدمي اكتر من مسلسل في اطار مسلسل عام، يعني انك انت ازاي تخلي المشاهد يشعر ان في مسلسل جديد تماما بعيد تماما. ما تيجي نشوف حدوته بتتكلم عن فكره الشك وفكره ان للحقيقه زوايا اخرى صح، غير اللي احنا بنشوفه، ده حاجه مفيده جدا لينا في الايام اللي احنا بنعيشها دي، صح، فكره ان الناس بتحكم على الامور من زاويه واحده بس بيكونوا شافوا منها الحقيقه، وان كان للحقيقه زوايا عديده اخرى. يعني فما تيجي نشوف برضو فرضت نفسها من حيث ان هي فكره كانت بتتناول فكره ازواج عندهم علاقات متقاربه مع اطراف اخرى وبيتجمعوا في مكان ما، وما هي نتيجه هذه الفكره او هذا التجمع ممكن يولد ايه من ايجابيات وسلبيات. لو ونفس الحكايه بعيشها في عايشها فرحه بفرحة بقى كان برضو مختلف، لان الناس اتعلقت قوي بالمسلسل قوي قوي قوي، والقصة برضو مختلفة، كل حاجة. انا يعني انا ببسط قوي من القصص اللي انا بشوفها اللي انت بتكون كاتبها، لان هي برضو بتكون حقيقية قوي، شبه كل حاجة احنا بنعيشها. برضو عيشها بفرحة. فكرة أنا كانت فكرت فيها من منطلق إن أنا عاوز أتكلم عن فئة وقطاع كبير من مجتمعنا، نسبة كبيرة منه بيعاني من الإعاقة، وممكن تكون الضوء مش مسلط عليه بشكل كافي، ويجب إن إحنا نتكلم عنهم ونقول إن هم قادرين على إن هم يكونوا زيهم زينا، ويمكن تكون الإعاقة مش فيهم هم بل في المجتمع نفسه اللي مش موفر ليهم سبل اللي تخليهم يبانوا طبيعيين، ونقول قد ايه الناس دي قادره انها تصنع
اشياء مهمه وقيمه، وان احنا لازم ناخد بالنا منهم ونشجعهم ونقول لهم انتم الحياه لم تنتهي عند الاعاقه اللي انتم بتشعروا بيها، لا دي ممكن ما يبقاش ليها اي اهميه وانتم ما زلتوا قادرين على العطاء، والعطاء بتميز كمان. عمرو لازم اسالك عن كل بقى قصه فيهم اخدت منك كتابه وقت قد ايه؟ يعني في قصه كانت مثلا مرهقه شويه اخدت فيها وقت عن التاني، في قصه كانت اسهل. دايما بحب كده اعرف المطبخ بتاع الكتابه ده، بحس ان هي يمكن عشان انا من الناس اللي بعيده جدا مش بكتب خالص، فبحس ان انتوا بتعملوا حاجه عبقريه مش عارفه ازاي بتعملوها، يعني موضوع مش طبيعي صعب جدا ازاي. بص، هو انا طبعا المسلسل ده اصلا يعني انا خدت المسلسل ده تحديدا علشان اقدم حاجه اول مره بعملها، ان انا اشتغل بورشه. يعني انا اول مره بحياتي اشتغل بورشه، وكانت المره دي الورشه دي سببها ان انا كان عندي كورسز بعملها للسيناريو في السنه ونص اللي فاتوا، وحبيت ان انا من خلال المسلسل ده اقدم كتاب جداد انا شفت ان هم بوتنشال ان هم يعملوا حاجه كويسه الفتره اللي جايه، وبما انهم يعني يعتبروا تلامذتي انا، فبالتالي المايند سيت بتاعنا متقارب، فكان سهل ان انا اشتغل بيهم. وانا يعني يمكن انا مش يعني انا متعود على فكره العمل تحت ضغط والكتابه بسرعه وكذا، ولكن المره دي كمان كنت معايا الكتاب الجداد على راسين طبعا، ساره مصباح اللي اتكررت معايا في اكتر من ثلاث اعمال، والثلاث كتاب الاخرين ياسمين ميشيل وولاء عمران وسهر وسهر سهر حمزة حمزه ولاء امين، اسف انا قلت ولاء عمران ولاء امين. الثلاثه كانوا تجارب جديده يعني على الكتابه، وساره كمان كانت تجربه جديده، فهم طبعا اكيد برضو كنا بنشتغل مع بعض الثلاث حواديت دول كلهم على الهوا، لان احنا دخلنا على المشروع متاخر وقدرنا الحمد لله ان احنا نقدمه بشكل جيد جدا يعني الحمد لله، والناس اتبسطت يعني. حاجة يعني هي حاجة حلوة قوي منك ان انت مش بس بتديهم كورس، انت كمان بتخليهم معاك في الحياة العملية، ودي مش حاجة ناس كتير قوي بتعملها، فمحتاجة اوجه لك تحية جامدة جدا قدام كل الناس، لان مش دايما الناس بتعمل كده، فان انت متبنيهم بقى بعد كده وبيكتبوا معاك فدي حاجة بصراحة حلوة جدا جدا ان شاء منك. الله، وفي المستقبل كل ما هيكون قدامي كاتب انا يشتغل معايا واحس ان هو مقارب ليا في التفكير، انا احب دايما اقدم ناس، وانا ما عنديش مش في بعض الناس يقول لك طب انت بتجيب ناس تنافسك، لا انا ما عنديش الازمه دي خالص، ناس دي موهوبه والناس دي تستحق انها تاخد فرصه، ومحدش بياخد شغل حد يعني، صح كل واحد هيقدر يقدم شغله واللي واثق من نفسه مش هيخاف من حد. صح هي الناس لو تقتنع بالجملة بتاعت ان فعلا محدش بياخد شغل حد، دي كل الناس فعلا هتساعد بعض، ففعلا بحييك عليها. انا عارفة كمان ان انت قلت واتكلمت كتير جدا عن حقيقة الاحداث والكلام اللي اتقال ان هو مستوحى من كتاب للراحل مصطفى محمود، محتاج اعرف بقى حقيقة الموضوع ده. فرصة كده ان انت معانا، انا بستغل دايما اي ضيف معانا واسأله عن كل حاجة عايز اعرفه منها. بصي باختصار وبشكل واضح ومباشر حقيقي، يعني هو المنتج احمد عبد العاطي هو صاحب فكره انه ياخد من المسلسل ياخد من الكتاب، الكتاب ده عباره عن رسائل حقيقيه ارسلت للدكتور مصطفى محمود في زمن ما، وهو قام بالرد عليها. انا لما اطلعت على الرسائل دي ما شفتش فيهم رساله معينه اللي هو انا عايز اعمل الرساله دي بظروفها دي، ما تحمستش للرسالة بعينها، ولكن تحمست للقضايا اللي المسلسل بيتكلم فيها، يعني اللي الكتاب بيتكلم عنها من رسائل الناس. يعني في بعض الرسائل بتتكلم عن صلة الرحم، إذا أصنع قصة عن صلة الرحم زي ألفريدو، قصص أخرى أو رسائل أخرى تتكلم عن فكرة الشك فأتكلم عن ما تيجي نشوف، نفس الشيء بالنسبة لرسالة عيشها بفرحة. يعني مثلا عيشها بفرحة دي حاجة أنا كاتبها من قبل ما كتريتمنت، يعني كاتبها قبل ما أعمل المسلسل خالص يعني، من زمان. من فترة كنت كاتبها كمعالجة يعني، اوكي، لكن لقيت إن في ما يماثلها من فكرة الإحساس بالرضا والسعادة والبحث عن السعادة في الحياة، فمن هنا جاءت القصص يعني. لكن ما فيش حاجة في كتاب مصطفى محمود اسمها ألفريدو أو ما تيجي نشوف أو عشرة أو عشرة بفرحة يعني. لازم برضو أسألك عن وانت بتكتب بقى الـ السيناريو وكل الحاجات دي، بتبقى
متوقع او شايف شخصية معينة، يعني مثلا بتقول انا وانا بكتب كذا شايف الابطال كذا، ولا اختيار الابطال ده بيجي بعد كتابتك للفكرة، وانك يعني ببقى عايز اعرف ازاي بتبقى بتختار الابطال بناء على ايه، او بتساعد في اختيار الابطال بيبقى بناء على ايه؟ يعني انا بشوف وانا بكتب كل دور بيجي في بالي بعض الشخصيات، يعني بيجي في بالي بعض الشخصيات اللي اقول فلان او علان او كذا، بيبقى عندي الخيال ده. فبقدر طبعا يعني من خلال الكتابة اللي انا بكتبها بيبقى عندي تصور يا فلان يا فلانة يا كذا، وبنبدأ نحط ترشيحات ونشتغل على فبتبقى الترشيحات دي. متصور شخصيات معينة. بيبقى عندي تصور معين للممثلين اللي يكونوا موجودين فيها. قبل كده برضو انت صرحت وقلت ان كل الحكايات بتحبهم اكنهم اولادك، صح كده؟ مظبوط لازم مظبوط. اعرف ايه اكتر بقى حكاية قريبة لقلبك. ده بتتكلمي عن المسلسل الأخير؟ يمكن عيشها بفرحة. اشمعنى؟ علشان زي ما قلت لك انها بتمس قطاع من المجتمع بتاعنا، هذا القطاع انا شايف ان هو مش واخد مساحه من الاهتمام من مجتمعنا، وفي نفس الوقت شايف الدوله مهتمه ولكن ناقص نشوف اهتمام مجتمعي. فكنت حابب قوي فكره ان انا اتعرض للنموذج ده من مجتمعنا اللي الحقيقه يعني يحتاج إلى مزيد من الاهتمام يعني. فعشان كده أنا بحب القصة دي قوي، ولأنها قصة رومانسية، ولكن ده لا يمنع إن أنا بحب القصتين التانيين. بس عيشها بفرح كمان بالذات بحبها قوي، لأنها كانت بتتكتب بسرعة جدا جدا. يعني أنا مش عايز أقول هي في القصة دي اتحطت على المشروع فجأة، فلما اتحطت على المشروع بشكل مفاجئ أنا كنت بكتبها وبنصورها وبنعرضها تقريبا في 48 ساعة. وكسرت الدنيا، يعني السوشيال ميديا فكنا اتقلبت هتطلع عليها. بالنجاح ده في هذا الوقت القليل، فهي يعني بالنسبة لي شيء أنا مهم قوي بالنسبة لي، يعني لأنه زي ما بقول لك اتعمل فجأة وبسرعة، والممثلين تعبوا فيه قوي، والمخرج ألبير مكرم حقيقة ببعت له التحية طبعا أيضا تعب فيه قوي، وكل الممثلين والشباب معايا. يعني كانت الحقيقة مع حاجة تحدي كبير بالنسبة لنا يعني. يعني عمرو ألف مبروك على كل المسلسلات دي. وقبل ما أختم معاك لازم أسألك، عايز أعرف إيه الجديد عندك الأيام دي؟ هل في حاجات معينة بتحضرها، ولا واخد فترة كده بريك بعد النجاحات الفظيعة اللي أنت محققها؟ والله أنا عندي أكتر من مشروع شغال عليهم حاليا ما بين السينما والدراما. يمكن مش عايز أقول على أي حاجة تتقال كأخبار، لكن في عندي أكتر من مشروع سينمائي شغال عليهم، وعندي ايضا برضو بعض المشاريع للدراما التلفزيونيه. ان شاء الله خلال فتره قليله جدا يبان بالظبط انا هيحصل معايا ايه يعني. ان شاء الله يا عمرو، وتكسر الدنيا كالعادة، وارجع اكلمك هنا في كلاكات، وبارك لك على كل الاعمال اللي هتعملها ان شاء الله. ميرسي جدا يا لينا، انا سعدت جدا بالمكالمه، ودايما بكون سعيد لما بكون على نجوم افلام. شكرا فبشكرك جدا، جدا، احنا اللي اتبسطنا شكرا جدا. لك. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي، مع السلامة. مع السلامه.